لإثبات سلمية التظاهرات عاد وقع الحياة إلى طبيعته في محافظة بابل. المدارس تحتضن طلابها، والدوائر الرسمية تستقبل مراجعيها، والأسواق والشوارع تعج بالمرة دون انقطاع للاحتجاجات التي خرج الشباب من أجلها مطالبين بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد وإنهاء سطوة الأحزاب، بالإضافة لمطلب آخر معرفة المتسبب بمقتل المتظاهرين. أهالي المحافظة طالبوا الحكومة إنصاف المحتجين وتلبية مطالبهم. بعد التظاهرة كل من اتجه إلى عمله وإلى شغله، ويجب على الدولة أن تتجه إلى الشعب المتضرر في كل زمان متضرر وفي كل عصر متضرر. يجب على الدولة أن تتجه إلى هذا الشعب الفقير المسكين، إلى الكسبة، إلى الخريجين اللي عدم التعيين ماكو، يعني الخريج يتخرج يروح يقعد ببيته لو يشتغل عماله. نشوف المعلمين اليوم والمدرسين طلعوا مظاهرات سلمية، ونشوف الوضع مفتوح، الطريق مفتوح، ماكو أي فش محاولات شغب أو أي شيء، كلها سلمية، يطالبون بتحقيق مطالب الجماهير اللي طلعت كلها بالعراق كله. البابليون قالوا إن رسالتهم حضارية، رافضين كل الأعمال التخريبية التي تتخلل التظاهرات. رسالتنا هي رسالة حضارية، وأثبت الشعب العراقي أنه فعلا شعب تواق للحرية، شعب حر، شعب مسالم، يريد حقوقه بكل سلمية. نرفض تسييس هذه المظاهرات، نرفض ركوب الموجة بالنسبة للأحزاب وغير الأحزاب، نرفض كل عمل يمس الدوائر ويمس دوائر الدولة ومؤسسات الدولة. قالتنا إن شاء الله إحنا واقفين مع المتظاهرين إخواننا في ساحة التحرير وكافة محافظات العراق، المطالبة بحقوقهم المشروعة، الخلاص من الظلم، الاستبداد، الدكتاتورية، وطلباتنا يعني هي جدا مشروعة. شو يريدون؟ يريدون عمل، يريدون استقرار وضيع، يريدون، والحمد لله والشكر إحنا اليوم شوفوا الشوارع كلها مفتوحة وماكو شيء، وأمان واستقرار بالبلد. وتتواصل الاحتجاجات الشبابية السلمية المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي في معظم محافظات العراق، وتكتظ ساحة الاعتصام في المحافظة بالمتظاهرين. انضمت إليهم الكوادر التدريسية والنقابات والاتحادات المهنية، لكن دون تأثير على وقع الحياة اليومية.